عقب المشاركة المثمرة والمتميزة في البطولة الآسيوية 23 لألعاب القوى والتي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها ستوفر برنامج إعداد مميز للاعب المنتخب الكويتي لألعاب القوى استعدادا للاستحقاقات المقبلة، سيما في ظل النتائج الطيبة التي أنجزوها في البطولات الأخيرة. وتمكن منتخب الكويت من خلال المشاركة القارية من تحقيق 4 ميداليات متنوعة، منها ميدالية ذهبية للعداء يوسف كرم في مسابقة 400 متر عدوا، و3 ميداليات فضية كانت عن طريق كل من إبراهيم الظفيري في مسابقة 8 متر عدوا وماجد الزيد في مسابقة العشاري، في حين حقق يعقوب اليوحة الميدالية الفضية في سباق 110 أمتار حواجز. أول شيء نهدي هذا الإنجاز سيدي صاحب السمو أمير البلاد ولي العهد والشعب الكويتي المدرب كابتن سلطان طيري. والله الحمد لله، يعني رغم التحضير المتواضع يعني قدرنا أن نحقق الميدالية الفضية. السباق كان سريع للأمانة، لكن الحمد لله قدرنا أنا وإخواني لاعبين ثاني يوسف كرم، ماجد الزيد، يعقوب اليوحة، قدرنا نرجع معانا ميداليات آسيوية والحمد لله، يعني وهذا الإنجاز على قولتهم نهدي الكويت. المشاركة شوي كانت صعبة، يعني بالنسبة لسباقنا احنا كان يعني الرقم كان يعني اخذ التوب ليست في على مستوى العالم، دقيقة 44 33، والحمد لله انا سويت رقم شخصي في هذا الموسم دقيقة 46 88. يهدي هذا الفوز حق الكويت وامير الانسانية الشيخ صباح الاحمد، واهدي هذا الفوز حق امي وابوي اللي شجعوني، ومدربي سلافا مدرب روسي وهو مال المنتخب. وكانت البطوله يعني حيل صعبه، يعني ليه اخير سباق ما تدري منو اللي راح ياخذ الاول والثاني والثالث، لكن بالنهايه خذيت المركز الثاني، ويعني فرق بسيط كان يعني بيني وبين الاول 36 نقطه، وفزت على اللي تحتي المركز الثالث بنقطه واحده. لا والله ما كانت سهله، يعني كان قلت لك السباق كان صعب. احنا طبعا انا العب لعبه عشاري تكون 10 لعبات، فما تدري اول يوم تلعب لعبتين الصبح 3 العصر، اليوم اللي بعده 3 لعبات الصبح 2 العصر، وما تدري منو الاول منو الثاني لاخر السباق. اخر لعبه 1500 هي اللي نهيتها وخذيت المركز الثاني.